أهلا بكم مشاهدي قناة حواس، نحييكم من خيمة أبف الرمضانية فندق سوفيتيل داون تاون دبي. معكم روز عربجي ببرنامجكم مع روز، بنحكي فيه عن الصحة، التغذية، التجميل واللياقة الفكرية والبدنية. خليكم معي، حلقتي اليوم مميزة جدا، وضيفي هو الدكتور محمد ناجي، أخصائي التجميل وعلاج الأسنان بالليزر. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. وسهلا فيك روز. أول شيء رمضان كريم. عاد عليك. شكرا على تواجدك معنا. شكرا لك. طبعا لما مشاهدينا يعرفوا انه دكتور محمد معنا بتصير عنا كثير اسئله، وبصير عنا امور لازم ان شاء الله نلحق نجاوب على كل اسئله العالم والتساؤلات. دكتور محمد، اول شيء بدنا نحكي شوي عن طرق التجميل للاسنان طبعا، وهل ضروره مثل ما بتعرف كثير ناس بتخاف تلجا لعمليه تجميل الاسنان، لانه بتسمع انه لازم نبرد اسناننا والسن تقريبا بيروح كله، فهيدي المعلومه لازم نصححها للعالم. بليز. هلا روز، احنا بتجميل الاسنان عندنا اربع طرق، معلوم خامس بغض النظر عن تقويم الاسنان طبعا. الطريقه الاولى فينا نقول هي تبييض الاسنان، الوايتنينج، انا شخصيا بعتبرها مثل الميك اب، شيء بينحط فتره بسيطه وبعد يمكن شهر شهرين بتخف، وممكن شخص يعملها تقريبا مره كل سنه. إذا هل هي صحيه دكتور انه نرجع نعيد تبييض الاسنان، وخاصه مثل ما تفضلت للناس اللي مثلا ممكن بيدخنوا او بيشربوا كثير شاي وكوفي ملونات معينه؟ اذا مره بالسنه اتس اوكي، ما بتعمل مشاكل اذا مره بالسنه، اما في ناس بيعملوها مثلا كل شهرين ثلاثه، لا هذا بضر الاسنان لانه هي تقريبا اسيد عم ينحط على الاسنان. اوكي. بس مره بالسنه بيصير في ريكفري بالاسنان، فما بيكون عندنا اي مشاكل. طيب ودكتور ليه لنروح لهالحل طول ما انه صار في عندكم حلول كثير متقنه وحديثه وما لها اي سايد افكت؟ هلا هذا اول حل. الحل الثاني اللي هو انا شخصيا كثير بحبه، اللي هي تقنيه الفري اند فينيرز، او اللي بسموها علميا المينيمال تراب فينيرز. هي عباره عن قشور سمكتها ما بتتعدى مثلا ال 0.5 ملم، يعني فينا نشبهها للنس عدسات العيون. بالزبط. هي بين 0.3 ل 0.5 ملم، بتنحط على الاسنان بتعطينا اللون والشكل اللي بدنا اياه. يعني. وهيدي طبعا ما بتتاثر باي شيء عوامل خارجيه مثل التدخين او ال بتضل باللون والشكل اللي احنا بنحطه. الحلو انه الشخص ما في داعي مثلا يخسر اسنانه او يحفرها. طبعا في تقنيات ثانيه اذا كان في شويه استحام بالاسنان مثلا والشخص ما بده يعمل تقويم، فبعود نلجا للحفر اللي هو كنت عم تساليني عنه. هي بحال طبعا حالات كثير معقده او الاسنان جدا راكبين على بعض، حتى اكثر نوضح، ممكن تضطروا للتحضير البسيط. التحضير البسيط في هو نوعين، اللي هم اخر نوعين بالتجميل، اللي هو التراب فينير، اللي هو احنا بنحضر تقريبا 2 ملي من الطبقه الاماميه والسفلى للسن، على اساس تعطينا شويه مجال نتحكم بالشكل. واخر تقنيه اللي هي الكراونز، اللي هو بنحفر السن بالكامل 360 درجه وبنلبسه تلبيس كامل. هيدي لاي حالات بتعوز هلا؟ هاي للحالات اللي بيكون مثلا الاسنان متزاحمه مع بعض، في اسنان كثير ناقصه بدنا نعمل جسور عشان نشبك الابتسامه في بعضها. طبعا هي من الناحيه الجماليه احنا كدكاتره الكراونات او التلبيسات الكامله بتعطينا ماكسيموم جماليه اكثر من التقنيات الثانيه، لانه انا مجرد اني حفرت فبكون عندي مجال اكثر اني اقدر اتحكم بشكل السن، مكان السن ولون السن. بس مش كل الحالات بتضطر تلجا لهذا الشيء، هم بالعكس الاقليه، لانه هلا الثري اند فينيرز عم تغنينا عن هذا الشيء، يعني الشخص بياخذ ابتسامته باللون الشكل اللي بده اياه بدون ما يخسر سنه الطبيعي ابدا. دكتور محمد، من هيدي النقطه بدي انطلق لموضوع طبعا الترند بعالم التجميل. طبعا نحن بعالم الموضه والميك اب دائما بيختلف الترند، من الالوان الوارم لنروح للالوان الجولد، نرجع بنروح للالوان البارده الذهبيه، فانتم عندكم ترند بالالوان وبالاشكال، بليز اعطينا موضه الاسنان لهالسنه. هلا ما فينا نقول لهالسنه، بنقول لهالفتره يعني. لهالفتره صحية بتبقى اكثر من نفس. هلا اذا لاحظت روز، من شيء تقريبا 6-7 سنين درجة موضة الأسنان البيضة اللي هي الفاقعة. صحيح، وانطلبت كثير. طلبت كثير، والناس أول ما شافوها انبهرت فيها وصار عليها كثير طلب، لأنه كانوا لسه مش مستوعبين فكرة التركيبات والتجميل، وما كانوا يفرقوا بين الاصطناعي والطبيعي. صحيح. يعني بالعكس هم كانوا يشوفوا هذا الشيء جمالي. صحيح. هلا طبعا بوجود الانترنت، بوجود التلفزيون، التقنيات هاي كلها، السوشيال ميديا، الناس صارت تشوف هاي العمليات كيف بتصير، ونصائح الخبراء اللي مثلكم طبعا. نعم. فهاي الاشياء كلها فتحت عيون الناس، صارت تفرق بسهوله بين الاسنان المركبه ومش مركبه. يعني هلا اكيد بتشوفي ناس ممكن يجي يسالك قبل ما يقول لك ابتسامتك حلوه، ممكن يقول لك وين مركبه ابتسامتك. صحيح. كيف؟ ف
فاللوك اللي هو هلا كثير عليه طلب وانا بشوف صار في تشالنج اكبر باتقانه هو الناتشرال لوك. يعني احنا اليوم بتلاقي معظم الدكاتره عم بيحاولوا يتقنوا السن الطبيعي أكيد. وهلا صار كثير عليه طلب. يعني انا هلا بيجيني مرضى بقول لي دكتور انا بدي ابتسامه حلوه بس ما بدي حدا يسالني شو مركب او شو عامل. دكتور شو المقاييس اللي بتتبعها لتقدر تعطي هاللون البشره هالشكل الوجه؟ تمام. هلا طبعا احنا عندنا لون البشره وبياض العيون ومثل ما بنقول دوران الوجه، يعني كيف بيكون الشيب او الفيتشرز تبعت الوجه، هاي كلها بتحدد لنا الشكل واللون. هلا بس نعطيكي باختصار كيف بيكون جماليه السن الطبيعي او كيف بيكون السن الطبيعي شكله بشكل عام. من تحت بيكون شفاف شوي، صحيح، في شفافيه. الطبقه الوسطى من السن بتكون شوي هي اللي فيها البياض، والطبقه اللي عند اللثه هي الطبقه اللي بتكون اكثر شيء فيها ما بدنا نقول صفار او بيكون لون شوي اغمق. يعني بالعكس بتروحوا بتدريج اللون من الشفاف للابيض للغامق للي فوق بالضبط. اوكي، فاذا قدرنا نتقن هاي الثلاث درجات مع بعض ونعمل بينهم بلند متناسق انه ما يكون طبعا مبين في ثلاث طبقات يعني مركبين على بعض، فهذا أكيد هو اكيد. عم نشوف شغلكم ما شاء الله دكتور محمد على الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي، عم نشوف اسنان عم نتفاجئ صراحه، لو ما البيفور والافتر بنقول هيدا هي البيفور اللي عاملينه قد ما ناتشرال وفعلا موضه كثير حلوه. من فترة طلعت موضة مع بياض الأسنان شيء بنسميه السوغي لابان أو ابتسامة الأرنب. نعم. فهل أنت مع أو لا؟ هاي كثير بيجيني بنات صغار بالعمر عادة بحبوها لأنه بيلاقوها كيوت عادة. أوكي. في حسب احنا في شيء عندنا بنسميه كونسوننت سمايل اللي هو خط الابتسامة بين الأسنان والشفايف. إذا كان ميلان الشفة السفلى ماشي مع هذا الشيء وبيسمح للاسنان اللي هي البني تيث تتناسق مع الشفه، فاحنا ما عندنا مشكله بهذا الشيء. اما اذا كان الشخص عنده الشفايف كونستريكتد يعني ما في كثير مثلا ابتسامته مش كثير عريضه، فبالتالي اللي حيصير عندنا الاسنان رح تطلع فوق الشفه وهذا الشيء ما حيطلع حلو مع اي شخص. انا صراحه من العالم اللي ما كنت كثير عم بتقبله وخاصه اللي كثير بيطولوا الاسنان الوسطى، الاسنان اللي كانت بيرفكت بس مش بس باللون حتى بالقياسات كان بتلاقي كل سن من حجم السن الثاني وهذا الشيء ما انه طبيعي. كمان اختلفت طرق الشغل، عم نشوف طرق الاسنان اللي بصف واحد هاي جماليا وعلميا غلط. صحيح، يعني احنا سبحان الله حتى اصابع الايدين بتلاقيهم كل واحد على ليفل 100%. فانت مش مع ابدا مش مع، وبالعكس ما بنصح مرضاي. وهلا بالعكس انا عم بلاحظ المرضى جايين ما شاء الله دكاتره اكثر منا، يعني هو بيجي للدكتور بيقول لي دكتور انا بدي هيك هيك هيك، وحكي علمي صحيح بيكون. طيب شيء كثير منيح انه عم يتسقف المريض، هذا بيسهل عليكم الاقناع من الاشياء الغلط. والحلو انه صاروا مدركين انه الصحه صارت مرتبطه بالجمال. يعني زمان كان ممكن الواحد يعمل شيء مش صحي بس عشان الجمال، هلا لا صارت الصحه هي عنوان مرتبطه للجمال. بالجمال والجمال مرتبط بالطبيعه او بالشكل الطبيعي. صحيح. الغير مبالغ فيه. حكينا عن اختيار اللون، قلت لي بيرجع لون العين، حابه اكثر لانه العالم يمكن يتساءلوا شو خص بياض العين ببياض الاسنان. احنا بالوجه عامة غير الشعر ما في عندنا غير اللونين البياض اللي هم البشرة والبياض العيون، وبالنسبة للناس اللي بشرتهم شوي داكنة فبكون عندنا البياض الوحيد هو بياض العيون، فبكون دائما لازم نعمل كونتراست متناسق مع البشرة وبياض العيون بحيث انه ما يطلع كثير غامق مقارنة بهي الالوان او يطلع كثير فاتح. صحيح، بنلاقي سيدات او رجال اللي عندهم البشرة شوية داكنة لما يروحوا لتبييض الأسنان بتطلع الشكل الابتسامة غير مقبول. وبالنسبة للبيض معك حق دكتور محمد، دايما لما يروحوا للدرجات الفاتحة بتكون أكثر مناسبة لشكلهم. نقطة كتير حلوة دكتور محمد، حضرتك أخصائي علاج أسنان بالليزر، شو دور الليزر بعلاج الأسنان؟ هل هو علاجي أم تجميلي؟ الليزر اليوم انا فيني اعتبره كانوا من فتره يسموه مستقبل طب الاسنان. انا اليوم نحن الليزر شائع كثير، يعني نسمع هاوس اوف ليزر بيكون للبادي للشعر. طبعا. فالليزر دخل على الاسنان كمان. الليزر هو لا انا بعتبره هو الحاضر مش المستقبل. الليزر اليوم احنا صرنا ما نحتاج الابره، صار المريض ما في داعي يسمع صوت الحفر، صار المريض ما في داعي ياخذ ابره ببعض العلاجات.
فالليزر لا هو مش بس تجميلي فهو علاجي كمان. أوكي. انا بالتجميل شخصيا بستعمله لتحضير عمليه التجميل. يعني احنا زمان كنا نحتاج نستعمل مثلا نحفر سطح السن شوي عشان نخشنه عشان تمسك طبقه الفينير. انا اليوم هذا الشيء بعمله بالليزر. واو. الابتسام اللثويه مثلا زمان كان انك ترسم اللثه، هذا الشيء كان يعملوه بالعمليات الجراحيه. اليوم خلال 3 دقائق بتكوني عامله لثه جديده بالليزر بدون ابر او الم نهائيا. تفتيح لون اللثه هذا كمان كثير ناس بيعانوا منه، خاصه بالمناطق اللي هي فينا نقول في الغلف او العربيه، المناطق العربيه والافريقيه، المغرب العربي صحيح، شمال العربي. شمال افريقيا. فلا عمل شيء كثير يعني نهضه كثير رائعه بالطب. دكتور محمد، من الليزر بدنا نروح للغامي سمايل او الابتسامه اللثويه اللي لما بتبتسم السيده بنلاحظ ظهور اللثه بشكل واضح. صح. وما بتعطي جماليه للاسف. صحيح. لها حل؟ اكيد لها حل. هلا الابتسامه اللثويه زمان كان حلها عمليات جراحيه اللي هي بيضطروا يقصوا اللثه بالجراحه ويعيدوا الكونتور تبعها، ونفس الشيء للعظم مرات بحتاجه. طبعا هذا الشيء كان شوي مؤلم، في دم، كان شوي مزعج للمريض، وكان عباره عن عمليه يعني اكيد عمليه رسمية يعني. ايوه. هلا صار نعمله بالليزر. طبعا في كثير حالات احنا عاده نطرحها ما بتاخذ معنا اكثر من مثلا 5 ل7 دقائق، بكون حطينا شكل اللثه توتالي، بكون شكل جديد، ومش بس الشكل حتى اللون. كثير حلو هالتقنيه انه بفتره قصيره. أكيد. شو ما بعد دكتور ريكفري؟ في الم؟ بس خلال تقريبا ساعه بعد العلاج بننصح المريض انه بس يتفادى انه ياكل شيء قاسي على الاسنان او شيء. ساعه تقريبا. نعم. يعني مثل حفر السن من كم سنه انه تبع وقفوا ساعتين. أيوة. هلا صارت. أيوة. عمليه تقصير اللثه. نعم. عم بتكون بسيطة لهالدرجة. نعم، وخلال يعني 24 ساعة بس انه يتفادى اي شيء كثير سخن او اي شيء، نعملها معاملة جراح يعني بس مش اكثر من 24 ساعة، بعد هيك فيرجع للحياة الطبيعية. دكتور محمد، ما بعد اجراء عمليات التجميل او ما فينا نسميها عملية صارت ابسط، شو بتنصح عن جنرال المرضى تبعك كيف يعيشوا مع الاسنان الجديده؟ طبعا بعد العلاج احنا عندنا كثير مهم نعطي انستراكشنز للمريض كيف يهتم باسنانه. مثل ما قلنا الاسنان ما بتختلف كثير من ناحيه الاحساس والاطباق تبعه، بنحاول قد ما فينا نرجع له كل شيء مثل ما كان طبيعي، بس بعود الالتزام من عند المريض، لازم ينظف اسنانه اكثر ويهتم فيهم اكثر، لانه قد ما كان هي بتضل تركيبات، وإذا عملت أي تراكمات للبكتيريا فممكن تسبب لالتهابات باللثة ونضطر نغير التركيبات إذا صار عندنا هالمشكلة. هلا أنا شخصياً الفرشاية العادية بالنسبة لي هي جداً يعني جيدة، بس اللي بنصح فيه زيادة هو الووتر فلوسر اللي هو بخاخ مي، بيجي كت مع فرشاية الأسنان، فينا نستعمله بدل الفلوس أو هو الخيط لتنظيف الأسنان. خيط جيد اذا بيعرفوا يستعملوه، بس المشكله بالخيط انه 90% من المرضى بيجرحوا فيه اللثه. صحيح. وما بيقدروا يتحكموا فيه، بيصير مشاكل باللثه ونزف لللثه من بعد الخيطان. بالضبط. اما الووتر فلوسر فهي عباره عن بخاخ مي بنمرقه بين الاسنان، بيطلع اي شيء متراكم بين الاسنان وبتحل هاي مشكله التنظيف. يعني العنايه والنظافه الدائمه للاسنان ما بعد التركيب. أكيد. اصلا حتى قبل التركيب دكتور محمد هيدا الشيء مطلوب، بس اكيد طبعا. صحيح. ما بعد التركيب واجب العنايه. دكتور محمد، أول شيء بدنا نوجه تحية لدكتور مجد. أكيد. حضرتك أنت ودكتور مجد انشهرتوا بالسياحة العلاجية. صح. اشتغلتوا شغل كتير حلو لطبعاً تشجيع السياحة العلاجية في إمارة دبي وأبو ظبي طبعاً. خبرني أكثر عن مريض السائح العلاجي، بيتطلب طبعاً بيكون جاي لفترة زمنية كتير قصيرة، شو اللي بتقدموه إضافي للسائح العلاجي؟ كيف تقدروا بفترة كتير قصيرة تلبوا له كل طلباته بحالات صعبة منها سهلة؟ أول شيء بما أنه حكينا عن السياحة العلاجية، بحب أوجه تحية لهيئة الصحة في دبي وخاصة فريق المسؤول عن السياحة الصحية. أكيد نحن بنوجه لهم تحية يعني كبيرة. صراحة عم بيعملوا شغل إحنا كنا شايفينه، ومجهود كتير كبير، وأثر فعلاً على كمية السياح اللي جايين يتعالجوا في مدينة دبي اللي هي صارت مركز للصحة والعلاج. بالنسبة للمرضى اللي بيجونا من خارج الدولة،
دائما بيكون في عندنا مشكله واحده، انه المريض بيجي بيقول لي قبل ما يقول لي شو العلاج بيقول لي انا عندي هذا العدد من الايام 100% اللي هو يوم هيدا يومين. ايام 24 ساعه بالزبط. 48 ساعه ف بيقولوا لي 48 ساعه او يعني كحد اقصى بيكون جاي مثلا اجازه فهي اسبوع. اوكي طبعا الحمد لله احنا عندنا بالعياده بنشتغل من امن بالاختصاص فعندنا كل طبيب مسموح له يشتغل فقط بالاختصاص اللي هو مختص فيه. هذا الشيء بيسمح لنا انه العلاج يصير كثير اسرع. يعني نوضح اكثر دكتور محمد للي عم بيحضرونا، مثل مثلا ايام حالات بتجي فبيضطر في عصب او في تنظيف او في عده امور. احنا عندنا السن الواحد ممكن يشتغلوا فيه 4 دكاترة. اوكي يعني اللي مثلا اللي بيشيل التسوس غير اللي بيسحب العصب غير اللي بيحضر السن غير اللي بيعمل اطباق للسن. اكيد واختصاص التجميل اختصاص لوحده. والتجميل والتقويم والجراحه، الاسنان طبعا فيها تقريبا اكثر من 10 اختصاصات. فاحنا عندنا كل طبيب بيشتغل باختصاصه، هذا الشيء كثير بيختصر عنا الفترة الزمنية، لأنه احنا الفريق دائما كله متواجد، بنشتغل كلنا كفريق واحد على الحالة، هذا بيسمح لنا نعطي للمريض نتيجة أفضل وعلاج أأمن، وبالتالي أسرع، لأنه قد ما كان الطبيب متدرب ما حيكون بسرعة الشخص المختص بعلاج معين. أكيد. فإحنا عامة فول ماوث ريكفري أو فول ماوث ريهابيتيشن بنسميها اللي هو علاج الفم الكامل، الأسنان كاملة. بنقدر نحقق هذا الشيء خلال تقريبا 10 ايام بالكثير. وفي عندنا كثير حالات اللي هي تجميليه للاسنان بالكامل، هاي ممكن تصير عندنا خلال 48 ساعه. هل دكتور محمد من ضمن الباكج للسياحه العلاجيه ممكن تامين الاوتيل والمواصفات؟ في مواصفات خاصه للسياحه العلاجيه عم تامنوها طبعا. بالنسبه للاوتيلات احنا متعاقدين مع شركات مختصه بالسياحه العلاجيه خارج الدوله، فهم ممكن المريض يتواصل معهم وهم بنسقوا له الرحله بالكامل ما فيها زيارتنا والاوتيلات. وطبعا احنا من عنا المواصلات موجوده هاي بالعياده، طبعا مثل ما تعودنا في دبي في عنا الرفاهيه، هذا شيء كثير مهم، فمنأمن للمرضى عنا سيارات ممكن تجيبهم وتوصلهم على الاوتيل او على المطار، لانه في كثير حالات بتجينا من المطار على العياده ومن العياده على المطار. هيدا هو السر نجاحكم، سر نجاح السياحه العلاجيه. دكتور محمد ناجي شكرا كثير لوجودك معنا، استفدنا كثير طبعا، وبنتمنى نشوفك بحلقات ثانيه. شكرا كثير لك روز ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك. مشاهدينا اي استفسار او سؤال لدكتور محمد ناجي ممكن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتشوفوه باسفل الشاشه. انتروني بحلقه جديده وضيف جديد، ويسعد اوقاتكم.